السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الفاضل والمناضل الكبير حسن توفيق أبو رقبة أبو توفيق، وهذا الجزء هو الجزء 12 من هذه المقابلة. اليوم هو الأربعاء الموافق 8 كانون الأول لعام 2010. أستاذنا الكريم، وإحنا يعني سعيدين باستئناف الحديث مع حضرتك، يا ريت يعني تحدثنا أكثر عن التعليم. يعني هل كان في هناك مدارس طائفية، بمعنى مدرسة للأرثوذكس، مدرسة للاتين، يعني مدارس يعني على مستوى متقدم، الفرير، المدارس الفرنسية، الإيطالية؟ في عك ما كانش عند المدارس الحكومية الرسمية اللي لها قيمة، كان في مدرسة تاني للاتين أظن حكيتك عنها، هذه مديرتها كنا نسميها مس مارتا، هي جزء من دير اللاتين الملاصق للمدرسة والمشرفي على خان الإفرانج. خان الإفرانج اللي كان في زماناته أخذ الاسم لأنه قريب من الميناء، والإفرنج والفرنسيين بالذات كانوا يحلوا فيه للتجارة بساحته الكبيرة ومستودعاته المحيطة بالساحة وبالبيوت الصالحة للسكن في الطابق الثاني على امتداد الأربع أضلاع بتاع الخان، بالإضافة إنه جنبهم كانت الكنيسة بتاعتهم، كنيسة اللاتين القيمة المليئة بالتحف الرائعة. إحنا كطلاب كانوا يوم الأحد يخيرونا، اللي بحب ينزل يشارك على كيفه، فكنت غالبا ما أنزل شوف الكنيسة نفسها من الداخل بالرهبان بتاعونها بالبيانو اللي كان يعزف، وطبعا بالصلوات اللي كانوا يأدوها، كانت ونحن صغار تدهشنا بأناقتها ونظافتها والموسيقى الحلوة بتاعتها. طيب سيدنا الكريم، فرنسا إيطاليا الفاتيكان مثلا ما كانش لهم اي مدارس، لا مدارس لا ابدا تعليميه، الفرير مثلا او لا، في عكا كانت المدارس حكوميه ومدارس ابتدائيه خاصه حكينا عنها. طيب اذا ما فيش من هذه المدارس، يا ريت تحدثنا، يعني هناك مناهج رسميه او مناهج عاديه يعني او اعتياديه، لكن هل هناك هناك دروس لا منهجية أو أشياء لا منهجية؟ يعني هل هناك كان فرق كشافة؟ هل كان هناك مثلا مسرح؟ هل كان هناك رحلات؟ في المدرسة المتوسطة أو الثانوية كان في رحلات فقط مهمة جدا، كان مدير المدرسة الثانوية المرحوم الأستاذ سامي العيد، وهو لبناني خريج الجامعة الأمريكية قوي البنية، كان مغرم. اسمه ولا علي العيد هو؟ سامي. نعم. سامي العيد، وكان مغرم بالجو المحيط بعكا من ناحية القرى والأشجار والحدائق، ف يعني تقريبا إذا بيش كل أحد أو بيش كل جمعة عفوا كان كل أسبوعين لازم نطلع مشياً على الأقدام، يخدنا من المدرسة اللي على شاطئ البحر. نعم. وباتجاه الشمال لسبب معه، زرنا البهجي وزرنا قصر العجم، وبعدنا أكثر للمشيرفي. وفي الصيف أنا أذكر تماماً نظم لنا رحلة كانت تقليد
في المدارس الفلسطينية. يعني احنا رحنا بهالرحلة على صفد وطبرية والقدس وبيسان. هناك العادي المدارس الموجودة الرسمية يستقبلونا بأمنوننا الغداء، أما العشاء فنتوزع على البيوت، بيوت الطلاب، نتعشى ونفطر هناك ونرجع نتجمع بالمدرسة حتى نعمل جولة في محيط المدينة اللي احنا فيها. بالمقابل طبعا كان تيجي وفود من هالمدن ويعاملوا عندنا بنفس المعاملة، فبكون تكلفة قليلة جدا وتعارف واختلاط للشعب العربي الفلسطيني في معظم مدنه، واطلاع على معالم إذا ما رحت بالمدرسة تطلع عليها يمكن يصعب تروح لوحدك. احنا رحنا على بحيرة طبرية وأخذنا بسحرها وبتاريخها، وكان في هناك كنيس على شاطئ البحيرة، أي راهب حكى لنا تاريخ الكنيس وتاريخ الناحية الدينية سيدنا المسيح في هذيك المنطقة، أخذنا صور طلابية فكان شيء رائع. في صفد مثلا بذكر تماما كمان فرجونا على الحي اليهودي والحي العربي في صفد. الحي العربي كان هو الأعلى بالأبنية بتاعته، الحي اليهودي كان إلى الغرب من التلي بتاع صفد، وفي عدة جوامع بسيطة في صفد، والضيافة نفسها تستعمل في كل المدن اللي نزورها ونأخذ صور عنها. وأنا بعد النكبة سألت شو أكبر خسارة خسرتها، قلت له مش خسارة واحدة، في ثلاث خسارات. الخسارة الأولى فلسطين البلد وعكا المدينة، الخسارة الثانية المكتبة الشخصية بتاعتي اللي كان فيها زي ما قلت لحضرتك مجلات بالتسلسل، الهلال، الثقافي، الرسالي، آخر ساعة، المصور، كلهم بمجموعات يعني. والخسارة الثالثة الجوائز اللي أخذتها من كلية النجاح في آخر سنة، والألبوم الصور اللي مع هذه الجوائز إحنا تركناها كلها، ألبوم الصور يمثل الطفولة وطلاب المدارس والأهل إنه صغار، تركناها في خزانة خاصة في البيت عندنا على أمل إنه ما حدا رح يجي يسترجي يفوت على بيتنا أو يعبث بهالأشياء. أخذت صور فردية بسيطة معي لهلأ إلى قيمتها، في بعضها لصديقي محمد خياط، الحاجي محمد خياط في صيدا، أعطيته إياها الأسبوع الماضي أو من 10 أيام وابتهج بها جدا، لأنه صورة منهم في حديقة البلدية واقف، وصورة تانية على ظهر البيت بتاعهم في وسط المدينة. قال لي أنا ما عندي منهم هدول، قلت له أنا والله حافظ لك إياهم، لا هلأ هاي تفضل. أنا طبعا الصور اللي طلعت معي بسيطة بشكل خاص، صورتي في حديقة البلدية احنا عم نطالع بالحديقة او قاعد جنب حوض الزهور، وصورة ثانية او ثالثة في مصر لما رحنا برحلة مصر. انت رحنا كطلاب على مصر رحلة؟ نعم، احنا رحنا من كلية النجاح الوطنية كطلاب على مصر. شو وسيلة النقل العامة لنقل؟ بالقطار. رحنا من نابلس بالسيارة لليد بظني. شو اسمها؟ الليد. نعم، محطة الليد بالقطار للقاهرة. طبعاً هاي رحلات مدرسية وانت يعني
عبرت عنها بشكل إن شاء الله جيد. لكن أوائل المطالعين مثلا، حضرتك حدثت عن مكتبتك العزيزة واللي راحت عليك، هل كانت المدرسة تشجع الطلاب على المطالعة؟ كان في مكتبي في المدرسة الثانوية، كان في مكتبي وكان في الأساتذة اللغة العربية وخاصة الأستاذ ناصر عيسى كثير يشجعنا على المطالعة ونظم الشعر، والأستاذ رفيق اللبابيدي كمان كان خريج الأزهر ومثقف باللغة العربية، مثقف كبير وصديق دراسي وحياة مع أحمد الشقيري الله يرحمه، فكان هو يتولى العناية جدا في اللغة العربية بتاعتنا. أما الدين اللي كمان بنفذ على اللغة، فكان عندنا شيخ موسى الطبري حريص أنه نحفظ القرآن حفظا تاما وصحيحا. هالمطالعة مع هالأساتذة هذول الواقع أعطانا جميعا، أعطاني أنا شخصيا ذخيرة قوية باللغة العربية. طيب عمي، المسرح أو الكشافة كان له دور في المدرسة؟ في نفس المدرسة ما كانش نعمل مسرح أو شيء، لكن في المدينة لا، أنا قصدي في المدرسة. في المدارس لا. طيب كشافة ما كانش عندكم فرقة كشفية؟ على زماني لا. طيب أستاذنا الكريم، حضرتك رحت لنابلس وراح معك شخص أو لا شخصين؟ على نابلس رحت على جنين وعطوا الكلام. مين راح معك لا للمدرسة عم لكلية النجاح؟ لا كلية النجاح كان في شخص من عكا اسمه توفيق السعدي. نعم. وأنا كنت هناك في المدرسة، تصادفنا مع طالب اسمه غارب بسطامي من طول كرم، أصبح فيما بعد قاضي قضاة في الإمارات العربية المتحدة، وأنا رحت زرته هناك. في كان الطالب حسن قاسم معنا بنابلس، هذا أصبح وزير في الحكومة الأردنية، كمان أنا شفته وهو وزير محترم وأخذ مركز كويس. طيب عمي، أكيد في آخرين سبقوك أو يعني بنفس السن ذهبوا لمدارس أو لمدن أخرى، تتذكر مين من يعني قبلك ذهب؟ لا والله لا، إحنا بنتذكر إذا من عكا. من عكا يعني. طبعا في كانت صيدا وبيروت هدفهم، في صيدا في مدرسة الفنون أظني كان فيها الأخ عبد اللطيف كنفاني، وهو موجود حتى الآن حي يذكر سروره في هالمدرسة، وعمل كتاب عن حياته عن عكا وذكر الكثير في هالمدرسة. في طلاب كان يجوا على الشويفات، مدرسة الشويفات كان ده قيمي هوني، وفي من جاء الجامعة الأمريكية في الدكتور نصرة فضة، في السيد عادل الشامي، وفي شخص من دار عفيفي. دار عفيفي تعلم صيدلي وأصبح في أول النكبة، وهو فلسطيني نقيب الصيادلي في بيروت رحمه الله. قال له أخ هو بيدير الصيدلي بتاعته، هو من عكا حجي؟ مارجاس. هدولي الثلاثة اللي حكيتهم من عكا. طب في حدا غيرهم عمي راح القدس مثلا؟ اللي راحوا على القدس طبعا حكيت أنا أسمائهم وتعلموا وكملوا الانترميديانت في القدس دار المعلمين، وإجوا علمونا في عكا، منهم الأستاذ عبد الله حسون والأستاذ محمد النحوي والأستاذ
محمد رستم أو عبد الرحمن رستم، يعني لا عاد أذكر اسكندر رستم الصادق، يمكن محمد رستم الصادق، هذولي تعلموا في القدس مش بس ماتريكوليشن أعلى من الماتريكوليشن بسموه انترميديان دار المعلمين. نعم. ولما تخرجوا الثلاثي اجوا الى عكا للمدرسه الثانويه، انا لحقتهم بالسنه الاخيره. طيب استاذنا الكريم، يعني تتذكر اذا كان في هناك من البنات اللي درسوا في خارج عكا ذهبوا استئناف الدراسه؟ في اثناء وجودنا كانت المدرسه البنات فقط ثانوية، يعني ما تخرج أكثر، لكن في واحدة أصلاً اسمها ليليان دوماني، هذه تعلمت في الناصرة ورجعت عملت مدرسة. بعدنا بعد النكبي في الدكتورة منيرة أبو حميد، هذه راحت على أمريكا وتعلمت وصارت دكتورة وعادت إلى عكا وفتحت مدارس للأطفال في عكا وعملت الاتحاد النسائي العكي للنشاط الاجتماعي، وهي حتى الآن مع جنسية أمريكية لأنها تزوجت أمريكي فيما بعد، وبتروح لعكا وبتتفقد أهلها الباقين في عكا وبتتفقد هالمؤسستين روضة الأطفال العكيين والاتحاد النسائي العكي، وبتأمل لهم تمويل من برا حتى يستمروا في العمل والنشاط. في حدا غيرها عمي؟ ما أظن اللي نشرت في عكا، مش عارف إذا تخرجت من جامعة أو لا، في الممثلة المسرحية الكبيرة سامية بكري قزموز، هذه من عكا من عائلة قزموز. عائلة قزموز في بلدنا مشهورة بالفن، يعني منها عازف الرق الشهير في لبنان كان عائلة قزموز، والعبد الرحمن قزموز أخذ شهرة في لبنان، ومعظمهم يعزفون يا إما على العود أو على الدربكي أو على الرق. أي نعم. وكانوا باستمرار في أول النكبة نشوفهم في التلفزيون مع أهم الفرق الغنائية اللي في لبنان. بس بدي أحكي شوي عن سامية قزموز. أنت حكيت لنا عنها. أخذت فكرة سابقة. وإحنا أكرمناها ب درع عكا، بعثنا لي من هون لهناك. نعم. وكانت مسرورة فيه. طيب أستاذنا الكريم، حضرتك تحدثت عن فرق رياضية في المدرسة، يعني كان يكون هناك يعني مسابقات تنافسية بين مدارس فلسطين في ذاك الوقت، وين كانت تصير ومين كان يعني مشهورين في يمكن أنا تطرقت للموضوع هذا. نعم، لكن هي سريعة. سنويا كان في مدينة عكا يصير اليوم الرياضي الكبير يشترك به مدارس عكا وحيفا والجليل بفرق تيجي قبل يومين على عكا، يؤمن لهم المنامي في مدارس عكا، يحضروا أنفسهم للمسابقات، وفي اليوم المحدد تأتي الكشافي، فرقة الكشافي الأرثوذكسية وفرقة كشافة نادي أسامة بن زيد يحيوا الاحتفال، وتبدأ المباريات بترتيب معين بإدارة الأستاذين سامي العيد ومحمد الأمين. سامي العيد مدير المدرسة الثانوية، محمد الأمين مدير المدرسة الابتدائية، والأستاذ محمود الشلبي هذا ضابط الرياضة كان في المدرستين، ويعاونوه بقية الأساتذة
بالتحضير واستقبال الناس، لأنه كان يقام سرادق كبير، خيمة كبيرة وكراسي متدرجة، ويحضروا أشخاص مثل حاكم الصلح حيفا، حاكم الصلح تعكى يعني، ويحضروا. وبالأخير المسابقات تصير بالفوتبول وبالعدو، بالقفز العريض، بالقفز العالي، بسباق الأكياس، وبالأهرام، أشكال الأهرامات اللي يعملوها الطلاب. وطبعا كانوا يأخذوا جوائز حسب التفوق بتاعهم. نعم. طيب أستاذنا الكريم، بعد إذنك بدنا نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله. أوكي.